وبعد كده هنمشي الرولة بالراحة خالص زي ما انتوا شايفين كده على المعجون، يعني حاول ما تضغطش جامد على الرولة، هديك شكل ثمرة خشب بالطريقة الجميلة دي كده. يلا تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي الكرام. النهاردة هنعمل ديكور سهل خالص بمعجون الدهانات العادي خالص اللي هو بيقولوا عليه في الجزائر والمغرب لندوي، اما في مصر والسعودية وكل الدول العربية بيقولوا عليه معجون دهانات او معجون بلاستيك ايا كان اسمه. فانت كده خلاص عرفت المادة اللي احنا شغالين بيها. هتحاول تفرد لي بسمك تقريبا ربع سنتي وتحاول تسويه زي كده بحيث انه يكون كله متساوي، يعني ما تخليش على قد ما تقدر في اماكن عالية واماكن واطية. بعد كده هنجيب رولة ثمرة الخشب او ممكن تشتغل باي رولة تانية براحتك، وهتمشيها كده على المعجون بنفس الطريقة دي كده نطبع شكل ثمرة الخشب. طيب معلومة مهمة على السريع كده، الرولة دي لازم تدهنها زيت اكل نضيف قبل ما تشتغل بيها عشان اللاندوي او المعجون ما يمسكش في الرولة كده. بعد ما خلاص خلصنا هتنتظر 24 ساعة بعد الجفاف، يعني ما تستعجلش، ما حدش يشتغل على طول والمعجون طري، لازم تستنى 24 ساعة يكون نشف زي كده وعظم. طيب هتبدأ تشتغل لي دهان اسود، يفضل الطبقة الاولى تكون مطفي. طيب واحد هيقول لي اشتغل زيتي ولا دهان مائي، براحتك، عايز تشتغل دهان مائي مفيش اي مشكلة، عايز تشتغل دهان زيتي برضو مفيش اي مشكلة. طبعا الدهان هيكون طبقتين مش هتشتغل طبقة واحدة، تمام يا جماعة؟ زي ما انتم شايفين احنا شغالين اهو الطبقة الاولى، طيب بعد الطبقة الاولى لازم تستنى تقريبا ساعتين على ما الطبقة الاولى تجف وتشتغل الطبقة التانية، يعني ما تشتغلش على طول. هنبدأ بعد كده هنجيب اللون الفضي او اللون الذهبي زي ما تحب. يلا جبنا مع بعض اللون الفضي زي ما انتم شايفين، علبة بتكون 8 كيلو مش غالية، اي شركة اسمه ده اسمه فضي ناري او فضي توكو. بتقلبه كويس عشان بيكون في حتة تحت زي اللي انت شفتها من شوية، تحاول تسيحها مع بعض وتفضلك شوية كده على اي غطا بلاستيك، وتجيب لي الاسفنجة بتاعة المطبخ اللي هي دي، واحد تمرخها زي كده في الغطا. طبعا تقدر تمسح بس البارز على خفيف، وتقدر تتقل ايدك تزود الفض شوية زي كده، يعني انت ممكن تضغط زي كده شايف، كان ممكن تلمس بالراحة خالص تخلي طبقة خفيف، دي لك الحرية انت فيها. سهل خالص الموضوع، سهل خالص، بتدهن السفنجة وبتمشي بالراحة على وش المعجون البارز كده خلاص الشكل بعد ما خلص. الطريقة سهلة خالص وبسيطة. وكان معكم أخوكم محمود الحلواني من جمهورية مصر العربية وكون في السعودية، وما تنساش تشترك في القناة وتعمل لنا لايك وتكتب لنا حضرتك منين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله.